بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله في درس من دروس مدرستنا الإلكترونية. طبعا درسنا موجه طلاب الصف الأول ثانوي لمادة الرياضيات. الفصل الدراسي الأول، عنوان الدرس هو تصنيف المثلثين أو تصنيف المثلثات. الدرس طبعا الثاني في تصنيف المثلثات. طبعا نتعرف أولا على هدف الدرس. طبعا هدف الدرس هو إيجاد القيم المجهولة باستعمال تصنيف المثلث ووفقا لزواياه وكذلك أضلاعه. إذن إيجاد القيم المجهولة باستعمال تصنيف المثلث وفقا لزواياه وكذلك أضلاعه. طيب، تصنيف المثلثات عندنا نوعين. تصنيف الأول تصنيف المثلثات وفقا للزوايا، وفقا لزواياها. النوع الآخر أو التصنيف الثاني هو تصنيف المثلثات وفقا لإيش؟ اللي جاوب معي الأول راح نتعرف عليه، تصنيف المثلثات وفقا لزواياها. اللي بعده حيكون إيش؟ تصنيف المثلثات وفقا لإيش؟ ممتاز ياسمين تقول وفقا لأضلاعه، ممتاز صحيح، إجابة صحيحة. طيب خلونا نكمل الآن. تصنيف المثلثات وفقا لزواياها، عندي أول شيء المثلث حاد الزوايا، لما تكون الزوايا جميعها حادة نسمي المثلث مثلث حاد الزوايا، نقول مثلث حاد الزوايا كما هو الشكل اللي واضح أمامكم. النوع الآخر عندي المثلث متطابق الزوايا، متطابق الزوايا، لما تكون الزاوية الأولى تطابق الزاوية الثانية تطابق الزاوية الثالثة، هذا هو المثلث جميع زوايا متطابق، هذا طبعا مثلث متطابق الزوايا. الأخ عبد الرحمن يسأل وش الفرق بين الزوايا والأضلاع. هذه الزاوية أخوي عبد الرحمن، هذه زاوية، أما هذا يسمى ضلع. طيب هذا يسمى ضلع وهذا يسمى زاوية، هذه أيضا زاوية. طيب وفقا طبعا التصنيف الآن اللي جالسين نصنف هذا وفقا للزوايا، على حسب الزوايا. عندي الآن الزوايا، طبعا عندي المثلث الأول اللي هو حاد الزوايا، ثم مثلث متطابق الزوايا. طيب أيضا عندي مثلث منفرج الزاوية. طيب الآن عندي مثلث منفرج الزاوية. طيب وش معنى مثلث منفرج الزاوية؟ ها شباب، من يقول ايش معنى مثلث منفرج الزاوية؟ يلا اخوي عبد الرحمن الاخ فارس، ايش معنى مثلث منفرج الزاوية؟ ممتاز ممتاز يا ياسمين، يعطيك العافية. قياسها يعني اكبر من 90، هذه الزاوية قياسها يكون اكبر من 90، يعني 91 92 100 100 اكثر من 100، واضح. هذه الان منفرج الزاوية، نعم صحيح عبد الرحمن، فقط تكون زاوية واحدة اللي منفرجة، أما البقية تكون زوايا حادة. طيب التصنيف الأخير، أحد يتذكر لي التصنيف الأخير، الزاوية الأخيرة إيش بتكون؟ الزاوية الأخيرة إيش بتكون؟ لا هذه متطابق الزوايا عبد الرحمن، ذكرناها. أي ممتاز، قائم الزاوية، مثلث يكون قائم الزاوية، مثلث يكون قائم الزاوية. طيب إذا الآن عندي مثلث حاد الزوايا، متطابق الزوايا، منفرج الزاوية، قائم الزاوية. طيب الآن عندي سؤال، الآن هنا متطابق الزوايا كم تكون الزاوية الواحدة فيه؟ كم بتكون قيمة كل زاوية فيه؟ كم بتكون؟ ممتاز ممتاز ممتاز، صحيح عبد الرحمن وياسمين برضو صحيح. المثلث اللي متطابق الزوايا تكون كل زاوية فيه تساوي 60 درجة، كل زاوية تكون 60 درجة، هذا متطابق الزوايا يا عبد الرحمن. حاد الزوايا ممكن تكون مختلفة، ممكن تكون مختلفة عن 60، واضح؟ ممكن طبعا متطابق الزوايا يكون داخل هذا المثلث، يكون داخل من ضمن المثلثات الحادة الزوايا، واضح؟ متطابق الزوايا يكون داخل هذا المثلث اللي هو حاد الزوايا، عشان بتكون كل الزوايا متطابقة يا عبد الرحمن، 60 و60 و60 تكون مجموعها كم؟ 180 درجة.
عشان يكون متطابق لازم مجموع الزوايا يساوي 180. طيب طيب ننتقل الآن للقسم الآخر أو التصنيف الآخر اللي هو تصنيف المثلثات وفقا لأضلاعها. وفقا لأضلاعها يعني الآن بنشوف الأضلاع. بالنسبة للأضلاع إيش بيكون عندي؟ النوع الأول مثلث متطابق الأضلاع. مثلث متطابق الأضلاع، الضلع الأول يطابق الضلع الثاني يطابق الضلع الثالث، كل الأضلاع تكون متطابقة. طيب هذا أحد الأنواع. النوع الثاني مثلث متطابق الضلعين فقط، يكون عندي إيش؟ ضلعين فقط اللي متطابقين. الضلع الأول هذا طبعا يطابق الضلع الثاني هنا. هذا الآن الحالة هذه نسميه مثلث متطابق الضلعين. طيب النوع الأخير عندي مثلث مختلف الأضلاع، يعني كل ضلع يكون مختلف عن الضلع الآخر، يعني ما في ضلعين يكون متطابقين، لا كل الأضلاع تكون مختلفة. واضح شباب التصنيف بالنسبة للزوايا وبالنسبة للأضلاع؟ واضح جميل، ممتاز ممتاز، يعطيكم العافية. طيب اتفضل يا اخوي عبد الرحمن، تفضل اسأل اذا عندك سؤال اسأل. طيب يبدو ان جبنا عليه يا عبد الرحمن. الان هذا الان مثلث، هذا الان مثلث، المثلث يتكون من ثلاث اضلاع، هذا الضلع وهذا الضلع وهذا الضلع الثاني، ويتكون من ايضا طبعا القياس يا عبد الرحمن، القياس يكون بالنسبة للزوايا يكون بالدرجة، يعني يقول 50 درجة 30 درجة 40 درجة، يعني مثلا يقول لك الزاوية هذه 30 درجة، حط علامة الدرجة. لكن الضلع طول الضلع دائما نقيسه، إما نقول الآن طول الضلع مثلا بالسنتي أو بالمتر إلى آخره. هذا الآن بالنسبة للفرق بالقياس، هذا يقاس بالزوايا تقاس بالدرجة، وهذا يقاس بأي قياس آخر غير الدرجات، يعني ما يقاس بالدرجات. واضح؟ وذكرنا أيضا مجموع زوايا المثلث حتكون 180. إذا عندي مثلث متطابق الزوايا حتكون الزاوية هذه تطابق الزاوية هذه تطابق الزاوية، إذا بتكون كل زاوية منهم تساوي 60 درجة. طيب ننتقل الآن للمثال. أوجد قياسات أضلاع المثلث المتطابق الضلعين، المثلث المتطابق الضلعين ABC في الشكل المجاور. طيب الآن يا شباب عندنا مثلث وفي ضلعين متطابقين، زي ما هو واضح أمامنا أن الضلع AC يطابق الـ BC، الضلع الأول AC يطابق الـ BC. طيب المطلوب قيمة الضلع، أوجد لي قيمة هذا الضلع، كم طول هذا الضلع؟ كيف نقدر نوجدها؟ كيف نستطيع إيجاد قيمة هذه الأضلاع؟ عبد الرحمن ممتاز، AC يطابق BC، ممتاز. ثم نعوض بالقيمة اللي موجودة عندنا الآن، نعوض بالقيمة. واضح؟ نعوض في هذه القيمة اللي عندنا. طيب نشوف الآن الخطوة الأولى زي ما ذكر عبد الرحمن اللي AC تساوي CD. AC تساوي CD. الـ AC اللي يساوي 4x زائد 1 يساوي 5x ناقص نص. طيب إلى هنا واضح شباب؟ هذه فقط تعويض مباشر. طيب الآن أحاول أطلع قيمة الـ X فقط، أحاول أطلع قيمة الـ X. طيب كيف أوجد قيمة الـ X؟ أقول هنا عندي X وهنا عندي X، أتخلص من الـ 4x هنا، أقول أطرح من هنا 4x، أشيل من هنا 4x، وهنا أيضا أطرح منها 4x. ممتاز ممتاز، يطلع لي هنا كم؟ يطلع فقط x، يعني بيطلع لي 5x ناقص 4x اللي بيطلع لي x واحد، واحد x أو نقول x. طيب ممتاز، أيضا ممتاز يا عبد الرحمن، أيضا عندي هنا سالب نص. كيف أتخلص من السالب نص بالطرف هنا الطرف الأيمن؟ أضيف نص، أضيف هنا أيضا، أضيف هنا نص وأضيف هنا أيضا نص. طيب يطلع لي الآن x يساوي
واحد وبرضو عندي هنا زائد نص. ممتاز يا عبد الرحمن، اجاب عبد الرحمن مباشره وياسمين نفس الكلام، يطلع لي القيمه واحد ونص. ممتاز، تطلع لي القيمه واحد ونص. واضح؟ الان لاحظوا معي هنا الاكس تساوي واحد ونص، الاكس تساوي واحد ونص. طيب انتهى الحل يا شباب ولا باقي؟ ها انتهى الحل عندنا ولا باقي لنا شيء؟ ها شباب انتهى الحل؟ اي ممتاز باقي صحيح. طيب وش اللي باقي الان؟ وش اللي باقي عندي الان؟ يلا شباب ممتاز، باقي لي التعويض. ممتاز، اعوض عن قيمة الاكس، اعوض عن قيمة الاكس. طيب شيل الاكس وحط قيمتها اللي هي واحد ونص، اللي هي واحد ونص عندي هنا. بقول اربعة اكس، اشيل الاكس هذه واحط مكانها واحد ونص، اشيل الاكس هنا واحط مكانها واحد ونص، بالتالي بيطلع لي اربعة ضرب واحد ونص زائد واحد. اربعة ضرب واحد ونص زائد الواحد، اربعة ضرب واحد ونص بيطلع لي سبعة، بيطلع لي ستة زائد الواحد بيطلع سبعة، زائد الواحد بيطلع لي سبعة. ممتاز. طيب هذا الآن اللي هي الخطوة الثانية، طبعا نعوض لإيجاد طول كل ضلع من الأضلاع المثلث، نعوض عن الإكس بواحد ونص تطلع لي القيمة تساوي سبعة. الآن أوجدنا واحد من الأضلاع. طيب الضلع الثاني اللي قال لي مطابق عليه، ها نرجع شوي بس هنا، ها هذا الآن الضلع الأول طلع لي سبعة. طيب الضلع الثاني هنا يا شباب كم بيساوي هذا الضلع؟ بي سي. ممتاز ياسمين الله يعطيك العافية. هذا الضلع أيضا بيساوي كم؟ حيساوي سبعة. ليش؟ لأنه قال لي إنهم متطابقين، أعطاني إنهم متطابقين الضلعين هذه، إذن هذا سبعة هذا سبعة. طيب الضلع الثالث كم بيكون يا شباب؟ الضلع الثالث أبشيل الإكس هنا وأحط مكانها واحد ونص، واحد ونص، واضربها في كم؟ اضربها في تسعة، ثم اطرح منها الواحد، ثم اطرح منها الواحد. واضح؟ هذه الان لاحظوا معي هذه القيمة، هذه سبعة وهذا ايضا سبعة، القيمة الاخيرة عندي تطلع. ممتاز يا ياسمين، تطلع لي الان تسعة في واحد ونص ناقص واحد، اللي بتطلع لي القيمة 12 ونص، تطلع لي القيمة 12 ونص. واضح شباب السؤال؟ واضح يا شباب؟ ممتاز. اخوي عبد الرحمن واضح؟ ممتاز، جميل. الاخ روان، الاخ فارس. فارس يبدو معنا وله معنى. ما شاركت معنا يا فارس، وينك؟ الأخ سهيل حياكم الله جميعا، حيا الله جميع. طيب عندي الآن مثلث متطابق الضلعين، عندي مثلث متطابق الضلعين، فيه طول أحد الضلعين المتطابقين 20، والضلع الآخر المطابق له يساوي 4x ناقص 8، فإن قيمة الإكس كم تساوي؟ يلا شباب، هل تساوي 7؟ أو تساوي 8 أو تساوي 20. يعني الآن بسط المسألة شوي عشان اللي جاي متأخر أو ما أوضح له. الآن أعطاني ضلعين في مثلث متطابقين، قال لي واحد منهم 20 والثاني هو 4x ناقص 8، 4x ناقص 8، أوجد قيمة الإكس، كم بتكون قيمة الإكس؟ هنا ناقص 8 طبعا. يلا يا شباب، ياسمين مسرع لنا سبعة. طيب علشان نحل هذه المسألة يا شباب، علشان نحل هذه المسألة لازم نكون ايش؟ مساواة، ونكون معادلة عندي. بقول الآن 4x ناقص 8 تساوي الطرف الآخر اللي هو 20، لأنه قال لي إن الضلعين متطابقين. طيب أنا الآن أضيف 8 عشان أتخلص من هذه الثمانية، أضيف 8 للطرف الأول وأضيفها للطرف الثاني، تطلع عندي الآن
أربعة إكس تساوي كم؟ تساوي 28. ممتاز، 4x تساوي 28. الآن أجي هنا وأقسم على 4، وأجي هنا برضو أقسم على 4، أجد أن x الأربعة بتروح مع الأربعة، x تساوي ممتاز 28 تقسيم 4 اللي بتساوي 7. إذا الإجابة الصحيحة هي فقرة 7. الإجابة الصحيحة هي فقرة عفوا فقرة A الرقم 7. واضح؟ ممتاز، صحيح. طبعا قسمنا واضفنا موجب 8، صحيح هذا. واضح؟ واضح شباب المسألة؟ إذا الإجابة صحيحة زي ما ذكرتم. طبعا ما شاء الله عليكم أوجدتوها قبل لا نوجدها أصلا، يعطيكم العافية. طيب الآن السؤال اللي بعده هنا، إذا علمت أن المثلث متطابق الأضلاع، ممتاز، هذه أول نقطة عندي، المثلث متطابق الأضلاع يعني كل الأضلاع متطابقة، يعني كل الأضلاع متساوي، الضلع الأول يساوي الضلع الثاني يساوي الضلع الثالث. طيب أوجد قيمة X، أوجد قيمة الX. طيب الX موجودة عندي في الضلع الأول والثاني وكذلك الثالث. طيب علشان أوجد هذه الX أو أحل المسألة لازم أكون الآن عندي مساواة. الضلع الأول هنا هذا الضلع QR يطابق RS وأيضا يطابق QS، إذا الثلاث أضلاع عندي كلها متطابقة، واضح؟ الثلاث أضلاع، هذا الضلع الأول RQ وQ S وR S R، هذه كلها متطابقة. طيب علشان أوجد الإكس شباب، هل بالضرورة إني أكون المعادلة هذه أساويهم كلهم في بعض؟ يعني أعوض هنا وأعوض هنا وأعوض هنا، هل بالضرورة الثلاث لازم الثلاث مع بعض؟ ها ياسمين تقول لا، والأخت روان برضه تقول لا، ها يكفي الاثنين، ممتاز، صح يا سيدي، وروان برضو صح. الصحيح اني اعوض في اثنين فقط، يكفي طبعا اثنين من المعادلتين هذه او اثنين من الاضلاع، اي ضلعين اعوض عنهم يطلع لي الناتج، اي ضلعين اعوض عنهم. لو اخذنا فرضا مثلا جينا اخذنا 5x وهنا 6x ناقص 1، 6x ناقص واحد، أعوض فيهم أساويهم في بعض وأشوف إيش يطلع معي القيمة. طيب يلا شباب، من يبغى يحل هذه المسألة؟ من يبغى أعطيه القلم الآن يحل المسألة؟ أسرع واحد ياسمين. طيب أنا قلت أسرع واحد الأخت ياسمين، يلا إن شاء الله بيكون في أسئلة يعني بإذن الله. يلا القلم معك يا أخت ياسمين، يلا أبشر يا عبد الرحمن، بعد شوي إن شاء الله. يلا ننتظر إجابة الوقت. يا ريت بس لون ثاني يا قطران، تغير اللون بس عشان يكون واضح للشباب. طيب ممتاز، آر كيو أو القطعة المستقيمة آر كيو تطابق كيو إس تطابق كيو إس، ممتاز، أخذت القطعتين هذه تساويهم في بعض، 5X يساوي ممتاز 3x زائد 10، ممتاز، ماشيه صح ما شاء الله، إجابة صحيحة. طيب يلا خلونا نكمل إلى الآن، صحيح نكمل. طيب 5x ناقص 3x يساوي 10، ممتاز 2x تساوي، جميل جميل، ممتاز ممتاز ممتاز، تساوي 10 اللي هي طبعا 5x اذا طرحنا 3x. طيب نقسم على 2، ممتاز، اذا قيمة الx كم تساوي؟ اي ممتاز، الله يعطيك العافية، ممتاز يا تسمية، الله يعطيك العافية، ممتاز، اذا الاجابة صحيحة، قيمة الx تساوي 5، قيمة الx تساوي 5. نشوف الان هذه الآن باستخدام المساواة بين ضلعين لإيجاد قيمة X، أخذنا الضلعين أي ضلعين طبعا، مش بالضرورة ناخذ إلا الـ QR و QS، ناخذ أي ضلعين،
إف تساوي نجد أن الإكس زي ما أجابت زميلتكم الإكس تساوي 5، إذا قيمة الإكس هي 5، قيمة الإكس هي 5. طيب واضح الشباب كيف جت؟ واضح الشباب القيمة كيف جت؟ الشباب واضح؟ جميل. طيب إذا ننتقل للي بعده. إذا علمت أن، يلا هذا السؤال موجه لك يا أخوي عبد الرحمن، أخوي عبد الرحمن هذا السؤال موجه لك الآن. إذا علمت أن المثلث متطابق الأضلاع، كل الأضلاع متطابقة، فإن طول تي اس، فإن الطول تي اس كم يساوي؟ ها طول تي اس، يلا يا أخوي عبد الرحمن، يلا القلم معك الآن يا أخي عبد الرحمن، القلم معك الآن، تقدر تحل هنا، تقدر تحل عندك ورقة وتعطيني الإجابة اللي رايحك. أبغى قيمة الضلع اس تي كم يساوي؟ لا أحاول تمسح هذا اللي كتبته، لو تحل ورقة وتعطيني الإجابة، لو تحل ورقة عندك يا عبد الرحمن وتعطيني الإجابة، حل ورقة عندك لأن هنا يعني صعبة شوي الكتابة. حل بورقة عندك وعطني الإجابة الصحيحة، هل بتكون فقرة A أو فقرة B أو فقرة C؟ عطني واحدة من الإجابات هذه. هاي عبد الرحمن الإجابة 9. طيب الباقيين موافقين عبد الرحمن على العدد 9؟ ولا في أحد معترض على إجابته؟ يلا شباب. طبعا المثلث جميع الأضلاع متطابقة. R T S طبعا المثلث R T S أضلاع متطابقة جميعها، فناخذ أي ضلعين متقابلين، مثلا لو أخذنا 2 X أو اللي هو ضلع S T وقلنا أنه يطابق S R، يطابق S R، أخذنا لو أخذنا مع بعض نجد أن 2 X 2 X تساوي X زائد 9، X زائد 9. طيب الآن اطرح من هنا x واطرح من هنا x، يطلع لي قيمة الـ x تساوي 9، ممتاز، قيمة الـ x تساوي 9. طيب شباب، لو سألتكم الآن، إذا الإجابة طبعًا موفقة صحيحة يا أخوي عبد الرحمن، يعطيك العافية. طيب لو سألتكم الآن كم طول الضلع؟ طول تي اس. عبد الرحمن طبعًا أجاب على قيمة الـ x. طيب؟ لكن الآن في السؤال لو تلاحظون في السؤال وش المطلوب؟ وش المطلوب؟ أي ممتاز، المطلوب هو طول الضلع اس تي أو تي اس، واضح؟ عبد الرحمن ممتاز أوجد لنا قيمة الإكس، باقي علينا بس نعوض بالمعادلة، نجي هنا نقول هذا 2 إكس، إذا 2 ضرب 9، 2 ضرب 9 اللي بتساوي كم؟ 18، بتساوي 18. ايضا لو جينا اخذنا عوضنا في الضلع الثاني او الضلع الثالث الاجابه نفس الاجابه اللي هي تساوي كم؟ تساوي 18. اذا الاجابه الصحيحه شباب عندي الان في الفقرات هي A ولا B ولا C؟ الاجابه الصحيحه C عبد الرحمن وايضا روان واكيد طبعا الاخت ياسمين معكم نفس الاجابه، الاجابه الصحيحه هي فقره C. طيب عندي الآن مثلث متطابق الأضلاع، عندي مثلث متطابق الأضلاع فيه الضلع الأول اللي هو HF X زائد 20، X زائد 20، الضلع الآخر FG 3X ناقص 10، والضلع الثالث هو 2X زائد 5. طيب أنا أول ما أشوف هذا السؤال، أول ما أشوف السؤال أركز على نقطة إيه؟ ان المثلث ايش فيه؟ متطابق الاضلاع، هذه اهم نقطة عندي. اهم نقطة عندي في المسألة هي ان المثلث متطابق الاضلاع. طيب المطلوب، المطلوب هو ايجاد قيمة الاكس. المطلوب هو ايجاد قيمة الاكس. طيب لا ودنا بالاخت روان تجاوب، الاخت ياسمين جاوبت، عبد الرحمن جاوب، نبغى اجابة الاخت روان. يلا اخت روان نبغى اجابه.
والله إذا بس يعني ما في مشكلة، يلا جاوبي بس يكون كتابة واضحة. يلا القلم معك الآن يا اسطروان. إي القلم معك الآن. يلا الله يحفظك يا أخ عبد الرحمن. إكس تساوي أيوة ممتاز، إكس زائد 20 تساوي 3 إكس ناقص 10. طبعا الأسطروان جالت الآن أي ضلعين متطابقين، أي ضلعين متطابقين، فأخذت الضلع الأول اللي هو اتش اف، وقالت ان الاتش اف يطابق الاف جي، يطابق الاف جي. الان بدات تتخلص من الاعداد في الطرف الايمن، خلصت من العشره هنا باضافه عشره، وتخلصت هنا ايضا من طبعا اضافت عشره للطرف الثاني هنا، تصبح عندي اكس زائد اي ممتاز، الاكس زائد 30 ممتاز يعطيك العافيه يساوي 3 اكس ممتاز ممتاز ساوي 3 إكس جميل. طيب بعدها اللي بعد ايش بنتخلص منه؟ ممتاز، نتخلص من الإكس في الطرف الأيسر، نتخلص من الإكس اللي في الطرف الأيسر، تصبح عندي الآن الطرف الأيسر خلاص انعدمت الإكس فيه، صار عندي 30 يساوي ممتاز 3 إكس ناقص 2 إكس، عفوا 3 إكس ناقص إكس بيساوي 2 إكس ممتاز. طيب الآن نتخلص من العدد اللي هو 2 هنا باستخدام القسمة ممتاز، نقسم على 2 هنا ونقسم على 2 الطرف الثاني، نجد أن الإكس تساوي 15، الإكس تساوي 15. الله يعطيك العافية يا أخت روان، شكرا. طيب هذه الآن الحل واضح أمامنا، بما أن المثلث متطابق الأضلاع فإن كل الأضلاع تكون متطابقة باستخدام المساواة بين ضلعين لإيجاد قيمة الإكس، ناخذ أي ضلعين سواء أخذنا الضلع الأول والثاني أو الثاني والثالث أو الأول والثالث نفس بعض ما تفرض معي. طيب اف جي تساوي جي اتش، أعوض الآن عن قيمة الـ FG والـ GH. طيب نجد أن الـ X تساوي 15، نجد أن الـ X تساوي 15، نجد أن الـ X تساوي 15، وهو طبعاً المطلوب، المطلوب فقط قيمة الـ X، المطلوب فقط هو قيمة الـ X. طيب أيضاً عندي سؤال هنا، من المثلث اف جي اتش اللي واضح امامنا مثلث اف جي اتش المتطابق الاضلاع، ممتاز ايضا كل الاضلاع متطابقة، قيمة الواي. يلا يا اخت ياسمين قيمة الواي كم بتساوي قيمة الواي؟ يلا اعطيني الاجابة النهائية. طبعا مثلث متطابق الاضلاع زي ما هو واضح امامنا، مثلث متطابق الاضلاع الإجابة الصحيحة هي فقرة B. طيب خلونا نشوف الإجابة. طبعا بنقول الآن 2y زائد 5 تساوي 3y ناقص 3y ناقص 3، هذه بالطرف وهذه بالطرف الآخر، نتخلص أول من الثلاثة بإضافة 3 للطرفين تصير هذه 8، أيضا نتخلص من هنا ب2y وهنا ب2y تطلع لي الواي تساوي 8. الواي تساوي 8 إجابة صحيحة، إجابة صحيحة في ياسمين يعطيك العافية. طيب أخذنا الآن طبعا أخذنا تصنيف المثلثات وفقا لزواياها، قلنا مثلث حاد الزوايا، مثلث متطابق الزوايا، مثلث منفرج الزاوية، وكذلك مثلث قائم الزاوية، مثلث قائم الزاوية.
تصنيف المثلثات وفقا لأضلاعها، بين مثلث متطابق الأضلاع، مثلث متطابق ضلعين فقط، ومثلث مختلف الأضلاع. مثلث مختلف الأضلاع. شكرا يا شباب لحضوركم وتفاعلكم. أتمنى أنكم استفدتم إن شاء الله من درس اليوم، وبإذن الله تعالى نلتقي بكم. شكرا لكم جميعا.